جميلة ثانية. هناك الإمام يقول فيما نسب إليه من شعر يخاطب ولده الحسن عليه الصلاة والسلام، يقول له: بني يعني يا ابن، بني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها. يعني شوف البلدة شلون يعيشون، في مأكلهم، في ملبسهم، في مسكنهم، في منامهم، في عاداتهم وتقاليدهم، فعاشر بتلك الآداب. ليس المقصود الآداب المخالفة للإسلام بطبيعة الحال، الآداب العرفية الاجتماعية والتي لا تخالف الإسلام، لأن الإنسان إذا أراد أن يعيش في بلد ويكون منهم يجب أن يكون بلونه. أما أنت في بلد ولست بلونهم فتعد غريبة وينفرك أهل البلد، لأن الناس إلى أشباههم أميل. بني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها، مثل أرباب البلد عيش. أرباب البلد شلون يعيشون؟ في أمورهم الاجتماعية، في زواجهم، في مجالسهم، في سائر شؤونهم، هكذا فلتفت. هذا هو المعنى الظاهر المنصرف من هذا الحديث، لكن أنا أظن أن معنى هذا الشعر أعمق من هذا المتبادر إلى الذهن. الأعمق يعني شنو؟ يعني أنه إنك إذا أردت أن تعيش في الحياة يجب أن تكون موازياً للحياة. الحياة لها سطح مثل الماء، الماء له سطح، ماء البحر سطح خاص، ماء الحوض له سطح خاص. أنك إذا كنت أقل سطحا من ماء البحر غمرك ماء البحر فتنغرق، وإنك إذا كنت في حوض ماء وأقل سطحا من ماء الحوض يغمرك الماء وتنغرق. فإذا أردت أن لا تنغرق يجب أن يكون سطحك مساوٍ لسطح الماء. العالم دائما هكذا، العالم دائما له سطح خاص. إذا لم يكن لك هذا السطح في العالم، العالم يعلو عليك وتنغرق في العالم. العالم سطحه قبل 100 سنة في الحروب السيف، ذاك اليوم إذا كان لك سيف وإذا كان لك رمح وإذا كان لك سهم فأنت في سطح العالم. فإذا وقعت حرب لا تنغرق عنه، وإنما تحارب ويحاربون، وتكون الكلمة للأقوى، إيمانا أقوى أو سلاحاً أقوى. أما في هذا اليوم سطح العالم تغير وتبدل. شنو صار سطح العالم الحربي؟ صار سطح العالم الحربي البندقية، والرصاص والصاروخ والطائرة
والنفاثة والمقرعة والمصفحة والقنابل وما أشبه. إذا أنت لم تصل إلى هذا السطح وإنما بقيت في سطح السيف، قهرا غرقت العالم. شلون غرق؟ لأنك لم تعاشر بآداب أربابها. أرباب العالم شلون؟ أرباب العالم اليوم سلاحهم هذه الأمور. وكذلك في سائر الأجهزة، مثلا سطح العالم في يوم ما كانت المدارس العلمية الدينية مثل مدرسة، وكان سطح العالم أيضا الدعاية والنشر والتبليغ بسبب المنبر وبسبب الخطيب. ذاك اليوم أنت في سطح العالم، لكن هل المسيحي يتقدم عليك وأنت تتقدم على المسيحي؟ هذا قصة القوة مو قصة السطح. سطحك سطح العالم. اليوم الدعاية صارت لماذا؟ صارت الدعاية بسبب الإذاعات والتلفزيونات والصحف، والثقافة صارت بسبب المدارس الأهلية والنوادي والمكتبات العامة ونحوها. فإذا لم يكن سطحك سطح العالم غمرك العالم. أنت تصعد المنبر في أناس لا يعدون 50، وفلان مغني أو مغنية يصعد أو تصعد المنبر في سطح تحته 100 مليون، 50 مليون، من المعلوم أنه يغرقك. فبني إذا كنت في بلدة فعاشر بآداب أربابها. أرباب العالم شلون يعيشون؟ عيش أنت. إذا تمكنت أن تعيش أنت كأرباب العالم، فيأتي بعد ذلك مسألة أنك أقوى أو هم أقوى. أما إذا لم تكن في ذلك السطح أبدا، فالمسألة مفروغ منها، والمسألة لا تحتاج إلى مناقشة، ومن الواضح أنهم غالبون، لأن سطحهم أعلى من سطحك، وانتهى كل شيء. نحن إنما تأخرنا المسلمين لأنه سطحنا صار أدون من سطح العالم وأنزل من سطح العالم. فنحن بحاجة إلى أن نصعد سطحنا حتى نوصله إلى سطح العالم. والإسلام لا يرضى بأن يكون سطحنا سطح العالم، يقول دائما أعلى، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الإسلام يقول أنك يجب أن يكون سطحك أعلى من سطح العالم حتى تغمر العالم. هسه نحن مو أعلى سطحا، وإنما نحتاج إلى سطح متساوي مع سطح العالم في أقل الفروض. إذا كان سطحنا مساويا لسطح العالم، بعد ذلك يأتي مسألة أن أقوى أم هم أقوى. أما إذا السطح دون سطح العالم فهم أقوى تلقائيا وطبيعيا. كيف نتمكن أن نوصل سطحنا إلى سطح العالم؟ السؤال هذا. سطح العالم اليوم قوامه 3 أشياء. إذا تمكننا من هذه 3 تمكننا من إيصال سطحنا إلى سطح العالم، وإذا لم نتمكن من هذه 3 بقي سطح العالم أرقع وسطحنا أنزل والعالم يغلب عليه. الشيء الأول، يجب علينا أن نكون كل المسلمين كتلة. يد الله مع الجماعة. الخطباء كتل، العلماء كتل، الملوك والرؤساء كتل، التجار كتل، الطلبة كتل، أصحاب المهن والصناعات كتل. لماذا؟ لأن هؤلاء أمام أناس هم كتل. الآن الصهيونية العالمية كتل،
الصليبية الآن كتل، الدول الأوروبية الآن كتل، الدول الشيوعية الآن كتل، الشيوعيون كتل، البعثيون كتل، القوميون كتل، وما أشبه، كلهم كتل. ففي عالم أعداء الإسلام كتل لا يتمكن الإسلام أن يعيش بغير كتل، شيء واضح، لأن الفرد يسحق. 18 مليون يهودي اكو في العالم، هؤلاء كتلة واحدة، تجارهم، صناعهم، مخترعوهم، مكتشفوهم، أفرادهم، كلهم مربوطين كسلسلة. وذات مرة أنا كنت أقرأ على أنه جمعية من الجمعيات المسيحية في ألمانيا الغربية عدد نفوسها الجمعية 10 ملايين. 10 ملايين، أنت لا تتمكن أن تقاومها. 10 ملايين مربوطين بعضهم ببعض. فيجب عليك أن تكون أنت أيضا في سطح العالم، في سطح. إذا صرت في سطحهم فيصير الكلام هل أنك غالب أو أنك مغلوب. أما الآن فأنك مغلوب حتمي وواضح أنك مغلوب، لأن أولئك وصلوا إلى سطح وأنت دون السطح، الماء إلى مترين وأنت دون المترين، فأنت غريق قطعا، لا يحتاج إلى مقايسة ولا إلى برهان. في كل مكان لازم يكون كلنا وحدة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم أمة واحدة. أين هذه الأمة الواحدة؟ نحن هو أفراد مو أمة واحدة. هذا الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه، أن نكون كتلة. الخطباء مثلا السابق نحن عندنا خطيب مثلا أخرى في بلد كان فيه المسيحيون وكان فيه غير المسيحيون، نحن عندنا خطيب هو عضو خطيب قبل 50 سنة، فهذا خطيب من يصعد فوق المنبر يخطب وخطيبه من يصعد فوق المنبر يخطب، وأينا أكثر قوة يتحمل؟ أما اليوم خطيبنا يصعد فوق المنبر يخطب ومنتهى الآن تحت منبره 3 كعلات، وخطيب المسيحيين يصعد فوق المنبر يخطب، منبر الإذاعة هو منبره، وتحت منبره 10 ملايين. فهل هذا بآلافه الثلاثة يتمكن أن يقابل 10 ملايين؟ أما إذا صار عند الخطباء تكتل، إذا صار عند الخطباء تكتل يتمكنوا أن يعملوا الإذاعة، هم لهم حصة في الإذاعة، هم لهم حصة في التلفزيون، هم لهم حصة في الإعلام العام، فيصيرون أمامهم. أما الخطيب الفردي دعاه فلان إنسان في بيته وجزاه الله خيرا وقرأ واستمع الناس إليه وتأثروا، لكن كم ناس تأثروا؟ 10، 100، 50. لكن من الإذاعة كم الناس تأثروا؟ تأثروا من الإذاعة على أقل تقدير 1 مليون إنسان. فإنك إذا لم تكن كتل هم يتقدمون عليك كما تقدموا بالفعل. في يوم ما كان الناس يعيشون أفراد، اليوم يعيشون الناس أفراد، اليوم يعيشون الناس كتلا. فإذا كان العالم كتلة والفقير كتلة والموظف كتلة والتاجر كتلة وكل شيء كتلة، هؤلاء كتل وهؤلاء كتل، يقوم بعضهم أمام بعض. الشيء الأول الذي نحن بحاجة إليه هو أن نكون كلا كتلا وهيئة. هذا شيء صعب لا شك فيه، لكن هذه الصعوبة إذا استمرأناها ونصل. وكل الضعف الموجود الآن فينا في أي بلادنا، أخذ من السعودية وانتهاء للكويت وإلى العراق وإلى إيران وإلى أي بلد إسلامي أو غير إسلامي، مطلوب الضعف ناتج عن التفرق والتباعد. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نحن بحاجة
إلى أنه إذا نريد الوصول إلى مستوى الدنيا توحيد الكلمة، هذا الشيء اللي من أول معروف، نحن إذا هذا الشيء تكليفان لنا. التكليف الأول أننا صرنا علماء في المستقبل إن شاء الله، صرنا خطباء، صرنا شخصيات، صرنا معلمين، نجتمع مع أصدقائنا، كل واحد عنده أصدقاء في المعرفة، عنده في قطيف ولا في مسقط ولا في نجف ولا في قوم ولا في أي بلد، فكان أصدقاء، طوروا واحدة واحدة، ابدأوا باثنين، ثم ثلاثة، ثم أربعة، ثم عشرة، ثم مئة. هذا الشيء، الشيء الثاني تحريض الناس على هذا الشيء. أقول لمعلمينا، أقول لمهندسينا، أقول لمحامينا، أقول لجامعيينا، كونوا كتلة. التاجر إذا صار كتلة هذا ينفعه في تجارته. شاهد على أنه التجار يجب أن يكونوا متكتلين، والعلماء متكتلين، والخطباء متكتلين، وكل شيء، لأن أمامه صار كتل. يعني أنت الآن بيدك السيف وهم بيدهم البندقية، من الطبيعي أنه من مسافة 20 متر يضربون. حتى إذا أنت تصل إلى مسافة متر أنت مقتول 100 مرة مو 20 مرة. الرشاش شنو صنع الآن؟ الرشاشات السريعة الطلقات بالساعة ما أدري 300 طلقة، ما أدري 600 طلقة تضرب. يعني 600 إنسان بيدهم السيف لا يقابلون هذا الإنسان الواحد في واحد. أما أنت إذا بيدك رشاشة صرت مثله. فسيأتي الحديث، هل أنك أعلى أو هو أعلى؟ نحن إذا أردنا أن نصل إلى مستوى العالم ويجب علينا أن نصل، نحتاج إلى أن نكون حائزين على مستوى العالم. مستوى العالم شنو؟ مستوى العالم أشياء. أول الأشياء التكتلات، أو سميه هيئات، أو سميه جمعيات، أو سميه جماعات، أو أي اسم أردت أن تسميه، هذا سمي. هذا شيء أولا يجب أن نخلق أنفسنا في هذه، ثم ندعو الآخرين أيضا، المعلمون إلى كتلة، المحامون كتلة، الأطباء كتلة، المهندسون كتلة، هؤلاء يساعدون بعضهم بعض. بينما إذا كل واحد منهم فارد، الأفراد في عالم كلها كتل لا تنفع، وإنما الكفر يعلو ولا يعلى عنه، بينما كنا الإسلام يعلو ولا يعلى عنه. فنحن بحاجة في أول الأمر إلى أن نكون كتلا وإخوة في الله تعالى، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه.